إذا ضربها وهي حية ثم ذكاها فلا إشكال في ذلك، لكن هل يجوز له أن يضربها؟ لأن بعضهم قد يضرب الحيوان وهو متمكن منه ثم إذا به يذكيه، هذا تعذيب لهذا الحيوان، فلا يجوز. حتى لو أدركه وبه حياة ثم ذكاه فهو يجوز أن يؤكل، لكن هذا الفعل حرام، إلا إن خشي مثلا من أن يهرب هذا الشيء فضربه، خاف أن يذهب هذا الصيد فضربه ثم ذكاه، فلا إشكال في ذلك، لأن هذا الضرب ليس مقصودا منه التعذيب، وإنما المقصود منه أنه يمسك ثم يذكى. لكن إذا ضرب فليضرب ضربا خفيفا بحيث يتمكن منه الصائد من غير أن يكون هناك مزيد ألم لهذا الصيد فيذكيه بعد ذلك، لكن إن استطاع أن يصيده من غير ضربه فلا يجوز له أن يضربه.